انا قلت ان بقولها بكل صراحه بطل، ما بحبش دايما ان انا اوجه للعيب، انا قلت بطل الكونفدراليه الاساسي بالنسبه لي بالنسبه للزمالك حمزه المسلوسي، وبقولها بالفم المليان، بطل بطوله افريقيا ابطال الدوري دي اللي هي ال 12 في تاريخ الاهلي بطلها مصطفى شوبير، لان مصطفى شوبير لعب بطوله كبيره قوي، وانا مش بتكلم على ارقام بس، انا بتكلم على ميلاد حارس عملاق للنادي الاهلي وميلاد حارس عملاق لمصر. انا شخصيا بحبه جدا لان عارف حجم المعاناه اللي عناها وهو صغير والضغوط اللي تعرض لها بسبب يعني انه شايل اسم والده، والده كان اسطوره كبيره. لكن في بطله في القصه، يعني في بطله في القصه، انا في رايي ان هي لعبه الدور الاهم وشالت الحمل كله عندها، وده هي طبعا السيده مها سلامه والده مصطفى شوبير وزوجة كابتننا الكابتن احمد شوبير. مساء الخير يا فندم، والف الف الف مبروك لمصطفى. اهلا يا ميدو، مساء النور والله يبارك فيك. اهلا بحضرتك، معاك كابتن بركات وكابتن عماد النحاس بيباركوا لك. سلم لي عليهم واشكرهم لي كتير الله يخليك. طبعا قولي لي احساسك ايه النهارده بمصطفى، خاصه ان يعني ايه هو عدى بمواقف شبيهه يعني قبل كده، ولكن انت عارفه وانت بتتفرجي ان البطوله دي هتتحسب لشوبير. الحمد لله والله ربنا يعني توج مجهود الفتره اللي فاتت دي كلها، وهو يستاهلها بتعبه ومجهوده، بنشكر ربنا الحمد لله. شعور جميل طبعا وشعور حلو قوي قوي وما يتوصفش، الحمد لله. الحمد لله. طيب انا عايز اعرف منك انت بقى بتظبطي الميزان ازاي في العلاقه ما بين كابتن احمد شوبير ومصطفى، لان انا عارف هقول لك الحقيقه، انا علي ابني عنده 20 سنه وحسين وحسين وهاشم، فانا عارف القصه ان ايه ساعات كده في وقت من الاوقات تلاقي الابن بيسمع لناس كتير جدا، بس ايه ممكن ما يسمعش الكلام بنفس المعنى من الاب. ازاي بتوصلي رسائل الكابتن احمد شوبير لمصطفى بطريقه غير مباشره، لان انا عارف ان انت بتعملي كده. لا والله هي قصه سهله، يعني احنا بناخد طبعا، واحنا لينا الشرف ان احنا بنحمل اسم شوبير طبعا، وده شرف كبير لينا والمصطفى بالذات، وهو طبعا عبء عليه يا عيني ان هو شايل اسم باباه، بس الحمد لله العلاقه بينا كلنا الحمد لله بنعمل زي مجلس كده، وبيتكلم شوبير مع اوفا بس الوقت ما يكون محتاج اوفا، يعني هو ما بيتصلش وبيتكلم في وقت هو مش اي وقت هو عايزه شوبير، لما اوفا يجي يطلب من شوبير اي سؤال او اي حاجه شوبير بيتدخل، غير كده ما بيتدخلش خالص. طب عايز في المباراه برده ما بيقولوش اي حاجه غير انجوي بس، اتمتع واتبسط من الجيم والعب من غير بس كده صحيح. لكن طب ما بيقولوش اي حاجه. طب هل في طقوس ما بينك وما بين مصطفى قبل المباريات، قبل المباريات الكبيره؟ يعني انا كنت على طول بقى لازم اكلم امي قبل ما اخش الملعب. قولي لي الطقوس اللي ما بينك وما بين مصطفى. لا احنا ما بنتكلمش يوم الماتش، احنا خالص ولا ادعي لي ولا اي حاجه، ولا ماما ادعي لي بالليل ليله الماتش ليله الماتش بالليل، ليله الماتش ياخد الدعاء مني والمكالمه ويطمن عليا، بس هو بقى بيفصل بقى خالص ان بيقفل تليفونه، هو بيقفل على طول قفل تليفونه الفتره دي عيني عشان التركيز. أحسن وانا بعيش معاه لان انا عندي ماتش، يعني انا حتى يعني مثلا كان عندي ميعاد مع دكتور السنان، الدكتور يكلموني يقول لهم لا اصل انا عندي ماتش انا مش فاضي. والله انا عارف انا عارف انتوا المهاب بتبقوا عايشين اجواء المباراه اكتر مننا. عندي ماتش يوم السبت مش فاضي. اي حاجه اي حد يكلمني في اي حاجه اقول لهم انا مركزه في الماتش. ربنا يخليك فعلا، انا اكون هلعب الماتش زيك. ربنا يخلي لك مصطفى مدمها يا رب، وان شاء الله باذن الله تشوفيه احسن واحد، وده من قلبنا لانه ابن لينا كلنا، ونجاحه نجاح لكل الولاد المثابره اللي عندها طموح. انا بحب القصص الحلوه صح يا كابتن عماد؟ الحمد لله ربنا يخليه لك. وبشكر الساده الضيوف اللي معاك، شكرا يا فندم، وبشكر كل جماهير الاهلي وببارك لهم وببارك لمصر كلها. مبروك للنادي الاهلي، مبروك الله يبارك للاهلي.